بسم الله والحمد لله، ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد. أمين يا معين يا مبدئ ويا معين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ تعرضنا لهذا، لا إحسان عندهم ولا توفيق، هم يحبوا دائما الزيزاني، بلا دائما إلى كمون ديراج التونج la zone de la discorde. Ce sont les factionnistes et les gens de l'Église, sauf une minorité. حد يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم كلام مس ما بقي لهم من فطرة لعلهم يرجعون إلى رب العالمين. شو قداش لطيف نبينا عليه السلام، طبيعته اللطف، مزيد ربي يدعمه هذا اللطف ويشير إليه بهذا القول العظيم القرآني. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله مستكبرين واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا شرط الإيمان أن يحكم رسول الإسلام شؤونكم ونزاعاتكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد تم التساخر صلاة بمناسبة أخرى تقول والسلام على أهل الإسلام.